لا نجيكم لا تجونا يا حبايب اعذرونا، مش بخاطرنا فهمونا والسبب فيروس كورونا، والسبب فيروس كورونا. بالتفرق لا تدوني والزيارة مش ضروري، هتمرضي وتمرضينا في يديش فيروس كورونا، والسبب فيروس كورونا. عزايم او زياره نمتنع قبل الخساره، قبل ما الاعراض تجينا ينتقل فيروس كورونا، السلام عن بعد افضل بصراحه، ليش نزعل بالعنق لا تحضنونا، ينتقل فيروس كورونا، فيروس كورونا. الصراحة ما تخفي بس بعض الناس من رأسي، ليش اللي انقلب علينا هو بيتحاشى الكورونا، والسبب فيروس كورونا. التواصل بالهواتف طالما الفيروس عاصف، في الموبايل ضمنونا والسبب فيروس كورونا، والسبب فيروس كورونا. التزم في البيت والجلس للفجر لا توسوس، النصيحة واسمحونا كافحوا فيروس كورونا، بالوقاية والنظافة والتباعد في المسافة، والرجال لا تسحبونا، والسبب فيروس كورونا. البس الكمامة احسن لجل ما ترتاح وتأمن، حس بأطفالك وفينا وانت بفيروس كورونا، نعرف الواجب ونفعل، ليش ما نفهم ونعقل، قبل ما الناس ينقدونا من نقل فيروس كورونا، فيروس كورونا. واصحاب البيوت يخرجوا القمامة في وقتها، والسبب، والسبب فيروس كورونا. وانت يا فضولي لا بسرتح وشه رجع، مش ايش به ظلولي وللوسط بتنباع، وانت يا مسافر كم لك سنين بتغي، واليوم في المعابر في شي دخول تحري، انا يا بردكوشك كمان فضولي. والله لو يصيبك ان انت ترحم الله، ما ينفعك طبيبك راعي لرحمة الله، انا يا بردكوشك كمان فضولي. ولا لقيت صاحب سلم على التحية، وعدل الحبايب وقول لهم كذية، فيروسي ما يصافط ولا بيعرف أحد، والحل في التباعد ولا تعانق أحد، خليك شخصي معقول وانزل جنان واسمع، كم شخص مات مقتول، فيروس خطير يا دواء، قلنا لك قر في البيت وبرد من السماجة، واحذر فيروس كورونا ما حد لك علاجة، غسل يدك وعقم وحارب الوساخة، مش وقت يا مداعم تدقها سماخة، قولوا له كل عاقل في حالة يبلغ، يفعل بلاغ عاقل لبس الغريب يراوغ، اجلس مع عيالك في البيت وغل قلبك، واحكي بقلب جمالك يا من شتفت الألباب.